اهلا وسهلا بكم في قناة عالم منوعات. اتمنى يا رب يكون الجميع دايما بصحة وخير، يكون كده يوم جديد سعيد على الجميع ان شاء الله باذن الله. طبعا معايا وصفة النهاردة، وصفة عائلة جدا، وصفة سهلة وبسيطة ان شاء الله باذن الله. وصفتنا النهاردة لازالة دهون الكرش والارداف، لان طبعا دول اكتر يعني مكانين بتركز فيهم الدهون بطريقة رهيبة جدا جدا، وبنات كتير قالوا لي اعملي لنا وصفة لازالة دهون الكرش والارداف. ان شاء الله وصفتنا النهارده سهله جدا وبسيطه، وهتجيب معاكي مفعول، وصفه مضمونه جدا وعلى ضمانتي، لان انا طبعا منزلكوش اي وصفه حبايب قلبي على القناه الا لما اكون متاكده ان هي مضمونه 100% وتكون متجربه. يعني انا شخصيا مجرباها ونزلت عليها في الشهر بتاع 5 كيلو. وصفه جميله جدا جدا ان شاء الله، يعني بس عايزه مداومه واستمراريه. طبعا اي وصفه بعملها على القناه لازم تكون يعني مداومه عليها، لازم تستمري عليها عشان تديكي النتيجه المطلوبه والنتيجه اللي انت عايزاها. ديت يعني انا بقولها في بدايه الوصفه عشان تعرفي ان اي وصفه لازم بتعمليها لازم تكوني مداومه عليها او تداومي عليها باستمرار عشان تجيب معاكي النتيجه المطلوبه او النتيجه اللي انت عايزاها ان شاء الله باذن الله. طبعا النهارده هعمل لكم وصفه جميله جدا لازاله دهون الكرش والارداف، لان زي ما قلت لك دول اكتر مكانين بيتركز فيهم الدهون يعني بطريقه رهيبه جدا. وطبعا مكونين النهارده هم مكونين بس اللي هستخدمهم في وصفتنا النهارده، مكونين موجودين في كل مطبخ، يعني مش هقول لك اشتري حاجه من بره، لا ده هم تقريبا موجودين في كل مطبخ يعني عندك هتلاقوا ان شاء الله باذن الله متوفرين عندك. بس جربي معايا الوصفه بنفس الطريقه ونفس الخطوات وان شاء الله باذن الله هتخسي عليها. يعني بصراحه عايزه اقول لكم ان دي قنبله التخسيس بمعنى اصح. ومعايا النهارده مكون هايل جدا، يعني مكون شديد شويه، انصح ان انت ما تستخدموش غير مرتين بس في اليوم، يعني تستخدمي الوصفه دي مرتين بس في اليوم، ما تزوديش اكتر من كده، لان طبعا المكون دوت لا قدر الله يعني لو انت خدتي منه عمال على بطال كده خلال اليوم ممكن يحصل لك اسهال يعني، فما تكتريش منه. انصحك يعني طبعا انا قبل ما ابدا الوصفه انصحك ان انت ما تكتريش منه، يعني هما مرتين بس خلال اليوم كله ما تزوديش عن كده. الوصفه دي يا حبايبي مرتين بس في الاسبوع، في مرتين بس في اليوم كله عشان تكونوا عارفين من البدايه. بس حابه حبايب قلبي قبل ما ابدا الفيديو حابه ان انا ارحب بيكم، واهلا وسهلا بكل حبايبي اللي في قناه عالم منوعات. اتمنى يا رب يكون الجميع بالف صحه وخير، ويا ريت اللي اول مره يشوف قناه عالم منوعات شاف الوصفه وعجبته يا ريت كده ما ينساناش في لقف اللايكات والشير والسبسكرايب، واضغطوا على الزر الاحمر وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده اللي بنزلها على قناتي على طول اول باول. يلا بينا حبايب قلبي نشوف الوصفه عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. زي ما انتم شايفين وصفتنا هتكون في الكوبايه اللي معانا ديت، والمعلقه طبعا عشان اقلب المكونات كلها مع بعضها. اول مكون معانا وهو طبعا حبه البركه او الحبه السوداء بالشكل ده. حابه اقول لك ان حبه البركه او الحبه السوداء ديت من الحاجات الهائله جدا جدا اللي ليها فعاليه رائعه جدا واكتر من رائعه في ازاله دهون الكرش. وصفه بصراحه فوق الممتازه، يعني وصفه ممتازه جدا جدا، وان شاء الله لو استخدمتيها بالطريقه دي هتجيب معاكي نتيجه رهيبه جدا. حابه اقول لك ان الوصفه ديت رهيبه جدا جدا في ازاله دهون الكرش، وكمان حبه البركه زي ما انتم شايفين كده من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بتساعد على ازاله دهون الكرش برده، وخاصه برده كمان لو عندك زيت حبه البركه يبقى حلو برده مفيش مشاكل خالص. لو يعني مش متوفر عندك حبوب بالشكل ده تقدري تستخدمي الزيت نفسه مفيش مشكله خالص، زيت الحبه السوداء او زيت حبه البركه. ديت بقى معانا الحبه السوداء اهيت من الحاجات الرهيبه جدا جدا يا بنات في ازاله دهون الكرش زي ما قلت لك. بس طبعا هو ده المكون اللي انا كنت بقول لك شديد شويه، يعني تستخدميه على الاقل مرتين في اليوم، مرتين بس ما تزوديش عن كده. بدا اول مكون معانا اهوت بالشكل ده، وتاني مكون معانا وهو الكمون. اظن الكمون يعني متوفر في كل بيت، لان طبعا احنا بنحطه على الاكل بتاعنا على طول، فالكمون برضو من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي بتساعد على نزول الوزن بطريقة رهيبة جدا جدا، هو وحبة البركة. طيب الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي دلوقتي؟ هناخد بالشكل دوت كده معلقة من الكمون بالشكل ده، عوض
الكمون من الحاجات الجميله جدا جدا. مش هقولك بقى استخدمي قرفه، ولا هقولك استخدمي زنجبيل ولا الحاجات دي خالص، لان في ناس مش بتستحملها. فانا بقولك استخدمي النهارده معلقه من الكمون. الكمون من الحاجات الحلوه جدا جدا. وهنحط عليهم معلقه من حبه البركه بالشكل ده اهوت، معلقه من حبه البركه اهوت، وندمج الاثنين كده ونقلب الاثنين مع بعض. وعندي من الكاتل ميه دافيه او ميه سخنه، ميه بتغلي يعني مش مشكله، ميه دافيه او سخنه او بتغلي مفيش مشاكل خالص، بس يفضل تكون ميه بتغلي. هبدا ان انا انزل كده بالشكل دوت على المكونين دولت بالشكل ده. وهتبداي ان انت واحده واحده كده بالشكل دوت تقلبي حبه البركه اللي انا حطيتها ديت، او الحبه السوداء مع الكمون بالشكل ده اهوت. حابه اقول لك ان دي من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها لازاله دهون الكرش والارداف بسرعه جدا، يعني هتزيلها لك بطريقه رهيبه جدا ان شاء الله باذن الله. كل الدهون اللي عندك هتروح على طول، بالذات دهون الكرش، يعني لان دهون الكرش اغلب الناس بيعانوا منها. هتبداي تقلبي كده المكونات بالشكل دوت لحد ما تلاحظي ان المكونين اندمجوا مع بعض كويس بالشكل ده. ولو عندك بقى نص ليمونه تقدري تحطيها على المكونات ديت كلها، اللي هو حبه البركه او الحبه السوداء مع الكمون، مع معلقه الكمون. تقدري بقى تضيفي عليهم نص ليمونه، انا للاسف مش متوفر عندي نص ليمونه، فمفيش مشاكل. تقدري ان انت تاخديه تشربيه كده عادي، لو هتستحمليه بالطريقه دي تقدري تشربيه عادي مفيش مشكله، لو مش هتستحمليه ضيفي عليه نص ليمونه عادي برضو. طيب الوصفه ديت هنعملها كام مره في اليوم؟ زي ما قلت لك قبل كده حبيبه قلبي، هتعمليها هي مرتين بس في اليوم، يعني مرتين بس خلال اليوم. طيب امتى خلال اليوم نستخدمها؟ هتستخدميها مره الصبح على الريق اول ما تصحي من النوم هتستخدميها، وهتستخدميها كمان وانت خلاص رايحه تنامي هتبداي ان انت برضو تستخدميها، يعني مره الصبح على الريق اول ما تصحي تعملي لك كده كوبايه من ديت كده حلوه كده، يعني معلقه كمون على معلقه حبه البركه او الحبه السوداء، وتقلبيهم كويس، تحطي عليهم ميه بتغلي، ميه سخنه بتغلي، وتبداي تقلبيهم كويس كده زي ما انا عملت، وتبداي تسيبيهم شويه لحد ما يبردوا، يعني ما تشربيهمش بسرعه كده، هتسيبيهم شويه لحد ما يبردوا براحتهم بالشكل ده. ولو عندك غطا يا ريت تغطي كده بالشكل ده، عشان طبعا هنا بيكون فيه زيوت طيارة، احنا عايزين الزيوت الطيارة دي تفضل محتفظة او تفضل جوه الوصفة بتاعتنا بالشكل ده عشان تجيب معاكي نتيجة ومفعول كويس. فانصحك طبعا ان انت بعد ما تعملي الوصفة دي وتحطي عليهم مية بتغلي او مية سخنة، يعني تغطي الوصفة بالشكل دوت وتسيبيها كده في جنب، في اي جنب عندك في المطبخ لمدة 10 دقايق، لحد بس الوصفة ما تبدأ تهدى شوية وتبرد، عشان طبعا حط عليها مية سخنة بتغلي. وبعد كده تبدأي ان انت خلاص تشربي الوصفة عادي. زي ما قلتلك حبيبة قلبي الوصفة دي تستخدميها مرة الصبح على الريق اول ما تصحي من النوم، واول خلاص مروحة تنامي تعملي لك برضو كوباية نفس الطريقة ديت كده. طريقة سهلة جدا وبسيطة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم وعملتها بطريقة سهلة جدا قدامكم اهي، ما خدتش مني وقت خالص. طبعا انا هسيبها شوية لحد ما تهدى شوية او تبرد، يعني على قد ما انا اقدر اشربها او اتحملها يعني، وبعد كده هبدأ ان انا اشربها، لان طبعا ديت لسه سخنة، انا حاطة فيها مية بتغلي وانتوا شفتوني انا بعملها معاك واحدة واحدة بالشكل ده، فانا هركنها خالص لحد ما تبدا ان هي خلاص تبرد او تهدى شويه، وبعد كده هبدا ان انا اشربها على طول. اهم حاجه بس ان انت توضبي على الوصفه ديت على طول باستمرار عشان تجيب معاكي النتيجه المضمونه، او النتيجه اللي هي كويسه اللي انت عايزاها او عايز توصلي لها. ان شاء الله الوصفه دي من احلى الوصفات يا بنات، زي ما قلت لك جربيها وعلى ضمانتي،
وصفة هايلة جدا، وصفة بسيطة. هما مكونين اتنين بس، يعني مكونين اتنين بس، حبة البركة او الحبة السوداء مع الكمون. وزي ما قلتلك لو متوفر عندك برضو نص ليمونة تقدري ان انتي نص ليمونة تقدري ان انتي تحطيها برضو على الوصفة ديت، عشان يعني تقدري تستحمليها او تقدري تشربيها. نص ليمونة عشان يعني ايه يغير مذاقها شوية او يغير طعمها شوية عشان تقدري انتي تشربيها. طريقة سهلة جدا وبسيطة ديت، ان شاء الله باذن الله جربيها وهتدعيلي، لانها من احلى الوصفات اللي انا عملتها على القناة فعلا. وصفة سهلة جدا وبسيطة ومخدتش مني وقت خالص زي ما انتوا شفتوها كده. وان شاء الله باذن الله هتعجبك جدا، جربيها وان شاء الله مش هتندمي ابدا. ولو خسيتي بقى على الوصفه ديت، يا ريت ان انت تسيبي لنا كده تعليق حلو تقولي لنا ان انت فعلا جربتي الوصفه وعجبتك جدا وفعلا جابت معاكي نتيجه حلوه ونزلتي عليها فعلا، ودهون الكرش عندك بدات تنزل واحده واحده. بس طبعا زي ما قلت لك اي وصفه عايزه مداومه واستمراريه عشان تجيب معاكي النتيجه اللي انت عايزاها او النتيجه اللي انت عايزه توصلي لها، يعني بمعنى اصح. اتمنى حبايب قلبي تكون وصفه النهارده عجبتكم، وصفه سهله جدا وبسيطه. ولو عجبتك الوصفه بقى يا ريت ما تنسناش في اللايكات بقى والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد على قناه عالم منوعات. اشوفكم على خير يا رب، وكل يوم وصفه جديده ومعلومه جديده على قناه عالم منوعات. انتظرونا ان شاء الله في كل جديد يا حبايب قلبي. بس زي ما قلت لك الوصفه ديت يا ريت ما تستخدمهاش غير هي مرتين بس خلال اليوم كله، يعني ما تزوديش عن مرتين بس خلال اليوم كله. واشوفكوا على خير يا رب ان شاء الله في وصفة جديدة. اشوفكوا على خير يا رب، مع السلامة.